أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاخرج إنك من الصاغرين. صدق الله العلي العظيم. إبليس أخرج من الجنة، وآدم كان في الجنة، فكيف تمكن إبليس أن يدخل إلى الجنة فيوسوس لآدم؟ هذا السؤال مطروح منذ مئات السنوات، في الجواب على هذا السؤال العامة دخلوا في متاهة ظلماء سوداء عجيبة، أساطير. الإنسان يستغرب كيف صدقوا هذه الأساطير. المحروم من أنوار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذه نتيجته. الجواب على هذا السؤال، أولاً، من قال لك أصلاً إبليس كان في الجنة؟ هذا من أين؟ أية رواية تدل على أن إبليس كان في الجنة؟ في الجنة يعني جنة الخلد؟ توجد آية قرآنية؟ إبليس كان في عالم الملائكة. عالم الملائكة هو عالم جميل، هو جنة، ليست تلك الجنة جنة الخلد. جنة الخلد ليست مكانا لإبليس أصلا. كان في عالم الملائكة فطرد من عالم الملائكة، من هكذا جنة، نعم، لا من جنة الخلد. أصلا ما كان في جنة الخلد، وليس مكانا أصلا. جنة الخلد ليست مكانا لإبليس. ثانيا، من قال لك أن آدم كان في جنة الخلد؟ جنة الخلد
من مواصفاتها التي وردت في الروايات الشريفة الذي يدخل إليها لا يخرج منها. بل حتى بعض الآيات القرآنية دلت على ذلك، وما هم منها بمخرجين. هذا عن جنة الخلد، عن الجنة، الذي يدخل إلى الجنة جنة الخلد لا يخرج منها. فمن أين تقول أن آدم كان في الجنة، يعني جنة الخلد، فأخرج منها؟ آدم كان في جنة، ولكن أي جنة؟ إذن ما القضية؟ ماذا حدث؟ أين كان آدم؟ أين كان إبليس؟ آدم كان في جنة، هذه الجنة هي في الدنيا، مواصفات الجنة، بعض مواصفات الجنة كانت في ظرف قبل إطاعة إبليس لآدم وحواء. أجواء الجنة يعني ماذا؟ يعني إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. أجواء، أجواء جنة، أجواء جنانية. هبط، هبط يعني ماذا؟ إبليس هبط، آدم هبط. هبط يعني نزل من مكان مرتفع، ليس بالضرورة، قد يكون ولكن ليس بالضرورة أن يكون المكان مرتفع، من حالة رفيعة هبط. إبليس هبط من عالم الملائكة، يعني نزل من مكان إلى مكان أدنى؟ لا، نزل من مكانه إلى مكانة أدنى، نزل من درجة إلى درجة دنيا. آدم كذلك، آدم هبط، مادة الهبوط موجودة في القرآن الكريم عن آدم وعن إبليس أيضا. آدم هبط يعني ماذا؟ يعني كان في مكان مرتفع، نزل مكانا، لا مكانة، درجة، أجواء، حالة، لعله في نفس المكان كان، المكان نزلت، كان في أجواء جنانية، أجواء لا توجد فيه مشاكل، لا توجد فيه مصائب، لا توجد فيه أمراض، لا توجد فيه أوساخ، لا توجد فيه، هذه أجواء جنانية. هبط من هذه المكانة، من هذه الدرجة. مثال شخص، والمثال يقرب من جهة ويبعد من جهات، الأمثال تضرب ولا تقاس. كمثال شخص ثري متمكن ماليا فيفتقر، هذا هبوط من الناحية المالية، هبوط، كان بأمواله يتمكن أن يشتري أشياء كثيرة، الآن لا يتمكن أن يشتريها ولا يشتري جزءا منها. مكانه تغير؟ لا، مكانته تغيرت من الناحية المالية، هبوط اقتصادي صار له، ما تغير مكانه. ما حدث لآدم هبوط في الدرجة، أجواء جميلة، ثم بعد هذه الأجواء الجميلة الجنانية صارت أجواء، هذه الأجواء التي نراها الآن، أمراض، أعراض، عداوات، كما القرآن الكريم يتحدث عن
مشاكل، مصائب، آلام جسمانية، آلام نفسية، هذه أجواء. أقرأ لكم رواية شريفة عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الشريف رواه الكليني في الكافي بسند صحيح على الأصح. الشيخ الصدوق رواه في كتاب علل الشرايع بسند آخر. سئل الإمام أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن جنة آدم، فقال عليه الصلاة والسلام: جنة من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس والقمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام، استدلال جدا واضح، استدلال قرآني، قال عليه الصلاة والسلام: ولو كانت من جنان الآخرة، في بعض النسخ بدل جنان الآخرة جنات الخلد، ولو كانت من جنات الخلد ما خرج منها أبدا. هذا ما يصرح به القرآن الكريم، الذي يدخل إلى جنة الخلد لا يخرج منها. أيا كان هذه الزاوية، هذا البعد من القضية، القرآن الكريم والروايات الشريفة ما أعطته اهتماما كبيرا. القرآن الكريم يذكر القصص، لماذا قصص حتى نتسلى؟ حاشا. قصص مجرد معلومات؟ حاشا. القرآن الكريم كتاب حياة، حياة حقيقية. قصة آدم ذكرت في سور عديدة، في كل مقطع عندما تذكر قصة الهدف شيء بل أشياء. في سورة ثانية نفس القصة تذكر من زاوية ثانية حتى نستفيد استفادة أخرى أو استفادات أخرى، توجيه إما في مجال العقيدة أو في مجال الأخلاقيات أو في مجال العمل. بعبارة أخرى، المقصود الاستلهام، أخذ إلهام من هذا المقطع. في سورة ثانية أيضا ذكرت نفس القصة من زاوية ثانية، خذ إلهام مناسبا لطريقة العرض. أحيانا القضية تذكر لأجل زاوية مرتبطة بالعقيدة. مثلا هذا الشيء أشرت إليه سابقا، لا أريد أن أتوقف عنده، كمثال أقول في قضية آدم، الله عز وجل يقول عندما إبليس رفض أن يسجد، في إحدى السور الله عز وجل يقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ احتمالان فيك يا إبليس، إما تكبر أو أنت من العالين. العالون ما أمروا بالسجود لآدم، أنت أيهما؟ أنت من العالين الذين لم يؤمروا بالسجود لآدم، أو أنت استكبرت؟ حالتان فقط، من هم العالون؟ في ذاك الزمن شخص مكلف غير الملائكة، وإبليس ما كان. العالون من هم؟ ربما يتصور أنه فئة من الملائكة، طبعا أكثر من شخص لأنه جمع، فئة من الملائكة. هؤلاء ما أمروا بالسجود لآدم، ما سجدوا لآدم. قبل هذه الآية بآيتين الله عز وجل يقول: فسجد الملائكة. عندما تقول الملائكة، هل الاستغراق يعني كلهم؟ الله عز وجل ما اكتفى، أكد ذلك مرتين: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إذن ما بقي ملك لم يسجد، فإذن من هؤلاء العالون الذين لم يؤمروا بالسجود لآدم في ذاك الوقت؟ ما كانوا إلا أنوار محمد وآل محمد صلوات الله عليه وسلم.
فلاحظوا في أثناء هذه القضية توجيه في مجال العقيدة. طبعا لا أريد أن أدخل في هذه القضية، هذه القضية برواياتها ببعض رواياتها نقلتها سابقا. أحيانا توجيه في مجال العقيدة، أحيانا توجيه في مجال العمل، خذ درسا عمليا. القضية ليست مجرد قصة. أريد أن أتوقف عند نقطتين، في كلمتين في هذه الآيات المباركة التي تحدثت عن قصة آدم وإبليس. الكلمة الأولى تشقى، هذه الكلمة وردت في أكثر من سورة عن هذه القضية. يا آدم انتبه، لا تطع إبليس وإلا تشقى. أنت تعيش في أجواء جنانية، في أجواء جميلة، إذا أطعت أيا كان بأي معنى كان، إذا أطعت إبليس سوف تشقى، يحصل شقاء. ما كنت في مصائب سوف تحصل لك مصائب، تنزل من هذه الدرجة. هذه القضية صورة من الممكن أن تحدث لأي واحد من البشر. قضية آدم وإبليس ليست مجرد قضية بين آدم وإبليس، لا، هذه القضية من الممكن أن تحدث لأي شخص من البشر، لي لك لكل شخص. ما دمت لم تطع إبليس، لم تطع الشيطان، أنت في جنة، في جنة، أجواء جنة. بمجرد أن يطيع الإنسان إبليس، يطيع الإنسان الشياطين، فتشقى، فاء التفريع والفاء للترتيب باتصالي، فورا تشقى. نفس اللحظة التي يعصي الإنسان ربه ويطيع الشيطان، في نفس اللحظة تحصل له درجة من درجات الشقاء. لا أقصد الشقاء الأخروي، لا، في الدنيا، في الدنيا تحصل له شقاء. هذا الذي نسمعه بل ندرك درجات منه، عباد الله المخلصون، لا، عباد الله المخلصون يعيشون حالة من الراحة لا تجد مثل هذه الحالة للملوك والأمراء والرؤساء، حالة من الإطمئنان، لا، لذة، لذة العبادة. هذا الشيء الذي ندرك نحن بعض درجاتها، لذة لا تحصل لأحد. أصلا أولئك البعيدون عن أجواء الإيمان أصلا لا يدركون وجود هكذا لذة في الدنيا، لذة حقيقية. نحن لا ندرك الدرجة العالية من هذه اللذة، لأننا والعياذ بالله سقطنا في بعض شباك إبليس. القاسم بن الحسن في يوم عاشوراء يقول لعمه سيد الشهداء صلوات الله عليهم: في نصرتك أحلى من العسل. هذه حقيقة كان يدركها القاسم. يا أخي يقطع بالسيوف إربا إربا، هذه فيها لذة؟ نعم، القاسم بن الحسن سلام الله عليهما يدرك هذه اللذة، نظيف طاهر، عنده لذة، لذة حقيقية، يتحدث عن واقع يجده. نحن رأينا أشخاصا في أشد المصائب ترى عنده اطمئنان، من أين هذا الاطمئنان؟ هذا جنة. عندما تبقى بعيدا عن إبليس، عندما لا يتمكن إبليس أن يخدعك، عندك اطمئنان. مصيبة كبيرة أنا رأيت في بعضهم، مصيبة من أكبر المصائب، تراه مطمئنا وقورا. كيف تمكن؟ يجد شيئا. الإنسان ما لم يعص الله عز وجل، ما لم يطع الشيطان، يعيش في جنة، جنة في هذه الدنيا، في هذا المكان، نفس مكانه، يعيش في جنة، جنة، أجواء جنة، أجواء اطمئنان، أجواء لذة، لذة عبادة. بمجرد أن يطيع الشيطان
فتشقى. نقطة ثانية، آدم كيف تمكن إبليس أن يجره؟ طبعا جمعا بين الآيات القرآنية، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالروايات الشريفة. ما عصى بمعنى المعصية التي هي مفهومة عندنا، المعصية لها معاني، نحن نفسر المعصية يعني بالذنب، بالعصيان بمعنى ارتكاب ذنب. لا، بالتأكيد آدم ما عصى بهذا المعنى، وعصى آدم ربه في القرآن الكريم. فسر الآية بآيات ثانية، فسر القرآن بالقرآن. ولكن هذا الذي حصل أيا كان، بالنتيجة انجر آدم نوعا ما بأي تفسير. كيف تمكن إبليس أن يجره؟ تعلمون؟ إبليس حلف باسم الله عز وجل لآدم، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. آدم كان يتوقع كل شيء، ما كان يتوقع، ما كان يتخيل أن مخلوقا لله عز وجل يحلف باسم الله عز وجل كذبا. هذا الشيء ما كان يتخيله آدم، ممكن أصلا ما كان يتصور، ما كان يحتمل ولا احتمال 1%، أنه يوجد مخلوق لله عز وجل يحلف باسم الله. اسم الله عظيم، شخص من مخلوقات الله يحلف باسم الله عز وجل كذبا، هذا ما كان آدم ما كان يتوقعه أصلا، ما كان يحتمله. يعني ماذا؟ يعني إخواني، القضية ليست فقط لآدم، لنا أيضا نفس الشيء. إبليس عنده طرق لإغواء الناس لا يتخيلها الإنسان. الإنسان ما يتصور أنه شخص يصنع هذا الشيء. إبليس عنده طرق كثيرة، فقط طرق؟ لا، شيء ثاني عنده أيضا، أفراد من البشر عنده، ما يتوقع الإنسان أن هؤلاء يكونون من جنود إبليس، ما يتوقع الإنسان. طرق وأفراد شياطين الإنس في كل المراتب، لذا البشر ما يتوقع أصلا. أنت تتوقع من شخص سفاك للدماء أن يكون من جنود إبليس، شخص شكل متدين، شكل عالم، شكل مرجع ديني، يكون من جنود إبليس؟ لا تتخيل. نعم ممكن، ممكن. تستغرب أن يكون مرجع ديني، شخص بمقام مرجع ديني يكون من جنود إبليس؟ لا تستغرب، الأعلى من هذا كان. كان هناك أنبياء، عفوا استغفر الله، كان هناك من ادعى النبوة وهو من جنود إبليس، كان أم لا؟ كان هناك من ادعى الإمامة، المرجعية ما هي؟ إمامة من الله عز وجل. كان هناك من ادعى الإمامة من الله عز وجل وهو من جنود إبليس، كان أم لا؟ كم نفر تعرف؟ كم اسم تتمكن أن تذكر الآن؟ أعلى من هذا؟ نعم أعلى من هذا. كان هناك من ادعى الألوهية وهو من جنود إبليس، فرعون من كان؟ تستغرب أن شخصا يدعي مرجعية دينية وهو يكون من جنود إبليس؟ يا أخي، يوجد من ادعى الألوهية، نمرود، فرعون، غيرهما أيضا، هذا النموذجان يوجد إلى يومنا هذا يوجد. فلا تستغرب، افتح عينيك، انتبه، إبليس عنده أفراد وأفراد في البشر هم جنوده. لعلك تسأل تقول، إذا كان هكذا كيف نعتمد على العلماء؟ هذا الشيء موجود ليس فقط في علماء الدين، في كل شيء. ألا تعرف في الأطباء
من يدعي أنه طبيب حاذق وليس طبيبا حاذقا جاهل يدعي العلم، ويوجد من يدعي العلم يدعي الطب وأنه طبيب حاذق وهو بالفعل طبيب حاذق ولكنه مجرم. يوجد أم لا؟ هذه الفيروسات الصناعية التي نشرت كيف صنعت؟ بأيدي أطباء، أصلاً لا يمكن أن يصنع مثل هذه الفيروسات إلا أطباء حاذقين، أطباء حاذقون بدرجة عالية من العلم، 40 سنة يسهر حتى وصل إلى هذه الدرجة ولكنه مجرم. نعم ممكن يوجد من يدعي أنه طبيب وهو كذاب جاهل، ويوجد من يدعي أنه طبيب حاذق وهو بالفعل طبيب حاذق ولكنه مجرم. تتمكن أن تقول أنا لا أعتمد على الأطباء لأنه يوجد هكذا أشخاص؟ لا، يوجد هم أطباء حاذقون مؤمنون صالحون خيرون في مجالك أصلا، أنت ليس فقط الطب، أنت في أي مجال، في مجالك يوجد أناس كذابون ويوجد أناس علماء مجرمون، أليس كذلك؟ فمن حقي أن أسيء الظن بك؟ لماذا؟ فرق، فرق بين المجرم والجاهل من جهة وبين العالم المصلح المؤمن. في علماء الدين أيضا كان هكذا، ترى فلانا فلان تعرفونه ما كان عالم، جاهل من أجهل الناس، ادعى العلم لنفسه وادعى الإمامة لنفسه. ويوجد علي بن أبي حمزة البطائني عالم، عالم بالفعل، عالم كان علي بن أبي حمزة البطائني ولكنه عالم مجرم. ويوجد محمد بن أبي عمير عالم كبير عظيم قديس، في كل العصور هكذا، إلى عصرنا هكذا، إلى عصرنا هذا موجود هذا الشيء. يوجد كذاب جاهل يدعي العلم، ويوجد عالم مجرم، ويوجد عالم مؤمن. فرق. إبليس عنده طرق لا تتصورها وعنده أفراد لا تتصور أن هؤلاء من أفراد إبليس. نعم يوجد، افتح عينيك. هذا الذي وقع فيه آدم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. انتبه، إبليس عنده طرق عديدة وكثيرة. نقرأ آيات قرآنية ننتبه إلى الفوائد المرتبطة بالعقيدة والفوائد المرتبطة بالعمل. قصة آدم وانتهت؟ لا، ما انتهت قصة آدم، في كل يوم تحدث هذه القصة، في كل يوم إبليس يستخدم طرقا عجيبة وغريبة، طرقا لا تتوقع وأشخاصا لا يتوقعون، شياطين. القرآن الكريم يعبر عنهم بشياطين الإنس، شياطين الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس، نعم يوجد شياطين الإنس. انتبه. أختم كلامي بقراءة مقطعين من القرآن الكريم اللذين ذكر جانبا أو جوانب من قضية آدم. بسرعة أقرأ في سورة طه وفي سورة الأعراف. الله عز وجل يقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. قلنا يا آدم، يا آدم فقط آدم، لا أنت أيضا آدم، أنا أيضا آدم، يعني في محل من الممكن أن، لا أقول من الممكن، حتما يحدث لي هذا الشيء. قلنا يا آدم إن هذا الذي ما سجد لك، هذا إبليس، هذا الشيطان، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. جنة، أجواء الجنة، فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى،
فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. قلنا عصى آدم ربه له معنى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. بعد إطاعة الشيطان هبوط، عداوة تحصل. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الشقاء شقاء دنيوي وأخروي. تريد أن لا تصيبك شقاء؟ اتبع الهداية، لا تطع الشيطان. هذا في الدنيا والآخرة. نعم، لاحظوا الآية التالية، الآية التالية تفسر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا دنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها والعياذ بالله وكذلك اليوم تنسى. مقطع آخر، يقول الله عز وجل ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك أن تسجد؟ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها. عالم الملائكة ليس عالم التكبر. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. قال فبما، خلاص أنا طردت بس لا، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وين يقعد؟ صراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط علي وآل علي. صراط علي همه هناك، لا يرضى إبليس من أحد بشيء إلا أن يحرفه عن الصراط العياذ بالله تعالى. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا الذي أقول عنده خطط كثيرة لا تتوقع البشرية، أكثرهم ينحرف. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا. أخ من البشر، الحرام نسبته إلى الحلال كم هو؟ كم هي؟ واحد بالمليون، واحد بالألف. أكثر أشياء محللة، مناظر محللة كم عندك؟ بلا حصر بالمليارات مناظر محرمة. كم منظر محرم؟ المحلل كثير، المحرم قليل. أطعمة محللة كم هي؟ كم أطعمة محرمة؟ الأطعمة المحرمة قليلة بالنسبة للأطعمة المحللة. عندك كل شيء، هذا الشيء الصغير الحرام لا تذهب إليه. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما، حلف بالله باسم الله العظيم، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة، ذاقا أول لحظة سقوط في شباك إبليس،
فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. البعض يفسر هذه الكلمة بأنه شيء مادي، نعم ربما أيضا كان شيء مادي، ولكن بدت لهما سوآتهما ليست القضية فقط قضية مادية، قضية معنوية. السوآت الموجودة في القلب مدخل إبليس، عرفوا أن إبليس من أين يدخل، عندي سوءة أنا في قلبي، أنا عندي مشكلة، محل دخول إبليس. هذه بدت. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. عدو مبين يعني ماذا؟ يعني عدو واضح. يا أخي الشيطان عدو واضح كلنا نفهم، لماذا تطيعوه؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم، النصيحة، نصيحة مني أحمد الشيرازي؟ لا، نصيحة من الله عز وجل. يا بني آدم خذوا العبرة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، هذا الذي أقول السوءات، السوءات المادية والمعنوية. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى. البس لباس التقوى، سوءتك لا تظهر، سوءة القلب مكان دخول إبليس، إبليس يترصد. أستره، أستره بماذا؟ بالتقوى. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلكم، لعلهم يذكرون. النصيحة الأخيرة، الآية الأخيرة في هذا اليوم، يا بني آدم ممكن، 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 الله عز وجل لا يأمر بشيء مستحيل. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. إنه إبليس خطرها، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. المقطع الأخير من هذه الآية المباركة مقطع جدا خطير، وفي نفس الوقت مقطع مبشر أعلى بشارة. ما هو هذا المقطع؟ نصف سطر. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. صلى على محمد وعلى محمد. الشيطان ليس ولي المؤمن. كن مؤمنا، إيمان موجود إجمالا، إيمان في مجال العقيدة، درجة من درجات الإيمان موجودة ولله الحمد، هذه الدرجة كلما كانت أعلى الشيطان ليس وليك، ليس وليك. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أنا همي رضا فاطمة سلام الله عليه، همي أن لا تغضب علي فاطمة. إذا وصلت إلى هذه الدرجة مستحيل الشيطان يتمكن أن يدنو مني. إذا بالفعل همي الأول والأخير رضا فاطمة، رضا فاطمة أين يكون؟ رضا فاطمة الصفع لإبليس، رضا فاطمة تدمير لإبليس، رضا فاطمة يذبح إبليس. أكون مؤمنا، إيمان موجود، الدرجة ليست هذه الدرجة التي أنا فيها، أرتفع. اللهم لا تجعل الشياطين أولياءنا، اللهم لا تجعل الشيطان شريكنا، اللهم اقهر سلطان الشيطان عنا بسلطانك،
حتى تحبسه عنا بكثرة الدعاء لك، فنصبح من كيده في المعصومين بك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. Oh.